في الجنة. أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع الشهداء ل 45 شهيدا في الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا أول أمس بكنيستي ماري مرقس بالإسكندرية وماري جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. أعلنت السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان في كل محافظة لضمان سرعة استخراج شهادات الوفاة لضحايا حادثي الكنيستين بالتنسيق مع وزارة العدل مع استمرار متابعة حالة المصابين وبالتنسيق أيضا مع وزارة الصحة على أن يتم تقدير التعويضات وبدء صرف هذه التعويضات خلال أسبوع من الحادث. أكدت كمان الوزارة أنها هتقوم بصرف 100,000 جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا تفجير الكنيسة المرقسية وكنيسة ماري جرجس. كمان هيتم صرف معاش استثنائي 1500 جنيه لأسر شهداء الكنيستين. طبعا أي أرقام وأي فلوس وأي مال في الدنيا ما يعوضش أبدا، يعني قطرة دم واحدة سالت من شهدائنا اللي سقطوا في الحادثين. أولا بنتقدم بالتعازي لكل الشعب المصري، ومجلس الوزراء بيعبر عن خالص تعازيه لكل الشعب المصري. الحاجة الثانية، وزارة التضامن تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء بنتائج الحادث الإرهابي الذي نتج عنه 45 حالة وفاة حتى الساعة الثالثة صباحا و128 حالة إصابة، إصابات متنوعة بعضها إصابات بسيطة، ناس كتير خرجوا من المستشفيات فعلا. المصابين والضحايا الحقيقة بيتلقوا دعم ومساندة من لجان الإغاثة ومن وزارة الصحة بكل تأكيد. فيما يخص الوفيات، بيعتبر ضحايا الحادث الذين استشهدوا في الحادث من الشهداء بيصرف لهم معاش استثنائي شهداء ضحايا الإرهاب من المدنيين. هذا المعاش قيمته 1500 جنيه يضاف إلى المعاش التأميني المستحق لهم في حالة التأمين عليهم. أيضا هناك تعويض قيمته 100,000 جنيه بيصرف للمستحقين عن الشهيد بناء على شهادة الوفاة، قرار تقرير النيابة وإعلام الوراثة. هناك أيضا تعويضات سيتم تحديدها وصرفها للمصابين بناء على درجات الإصابة وحالة الإصابة والظروف، لسه المصابين بيتم جمع معلومات أكثر عنهم.